حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا معتمر قال سمعت ابي عن ابي عثمان قال انبئت ان جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ام سلمه فجعل يتحدث فقال النبي صلى الله عليه وسلم لام سلمه من هذا او كما قال قالت هذا دحيه فلما قام قالت والله ما حسبته الا اياه حتى سمعت خطبه النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبر جبريل او كما قال قال ابي قلت لابي عثمان ممن سمعت هذا قال من اسامه بن زيد